شهدت منطقتا بوليفارد رياض سيتي وونترلاند بالرياض تفاعلا كبيرا مع دعوات التجمع التنكري في المنطقتين الترفيهيتين، فيما رصدت جوائز لأفضل زي تنكري. تباينت الأزياء بين شخصيات في الألعاب والأفلام وشخصيات تاريخية. نشاهد. فيما يعتقد بأنه أكبر حفل تنكري في العالم، اكتظت ساحتا بوليفارد رياض سيتي ووينترلاند الناشطتان في أكثر فعاليات موسم الرياض، اكتظتا بالعديد من وجوه شخصيات هوليوود وأميرات ديزني. ولم يكتفي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بدعوة الجماهير لحضور التجمع التنكري الكبير، بل شارك عن بعد بفيديو يرتدي فيه وجها تنكريا. يلا سعيد انا اليوم بمشاركتكم في الحفله التنكريه في البوليفارد وونترلاند. ندعوكم بكره لحفله تنكريه اكبر واقوى، ويا ليتني كنت معاكم. تحياتي لاهل الرياض. تحولت المنطقتان الترفيهيتان الى وجوه متنكره ووجوه ترفع أجهزتها المحمولة وكاميراتها الخاصة لتوثيق اليوم العجيب. الفعالية تأتي ضمن موسم الرياض الذي يشهد تصاعداً قياسياً في أرقام زائريه وتسابقاً لافتاً في حضور فعالياته التي من المتوقع أن تختتم نهاية مارس الجاري. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض. يبقى معنا من منطقة البوليفارد في الرياض مراسل العربية عبد المحسن الحربي. عبد المحسن مساء الخير، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. موجود أنت في البوليفارد، وكما ذكرت في التقرير وربما يكون أكبر حفل تنكري ربما في العالم. كيف رصدت الأجواء من حولك في اليوم الثاني لهذه الفعالية؟ على الأقل نايف هو في المنطقة من أكبر حفلات التنكر في العالم، لا سيما في اليوم الأول الذي شهد تفاعل كبير وحضور كبير جدا في يوم الأمس يوم الخميس. اليوم كما تشاهد الصورة من خلفي الوقت مبكر جدا، الساعة الآن 4 عصرا، إلا أن الناس قدمت بشكل مبكر وسط أزياء تنكرية عجيبة غريبة، بعض الشخصيات تعرفها بعضها لا تعرفها. أغلب الأشخاص اختاروا أزياء لشخصيات في أفلام أو في ألعاب أو في مختلف الأشياء التي تأثروا بها بشكل عام. واحد من المتنكرين هنا بنلتقي فيه، ايش هذه الشخصيه وليش اخترتها؟ دماس، شخصيه دماس من اعرق الشخصيات الكرتونيه. هذا مسلسل كرتوني اخرج عام 1952، طبعا يتكون من 52 حلقه. صوت شوي. يتكون من 52 حلقه، احنا تابعناه في اول مره ما بين شهر اغسطس وديسمبر عام 1995. واخترت عشان توري العالم كيف شفت تفاعل الناس. والله في تفاعل جبار هنا في البوليفارد، يعني ناس تلتقط الصور وناس تتذكر الشخصية هذه. جميل، شكرا. العفو. نايف، زي ما تشوف البوليفارد مليان شخصيات سواء في افلام او في انمي او في اي من الاشياء اللي تاثروا منها الناس، وفي تفاعل عجيب كما تشاهد في الصورة. في كل مكان اشخاص يصورون مع المعجبين او الاشخاص اللي اعجبتهم هذه الشخصيات، هناك تنافس خاص بينهم. بالمناسبة هيئة الترفيه تعطي يوم الأمس عطت أو قدمت هدايا لأفضل زي تنكري. الهدايا منها سيارة و40 جهاز بلاي ستيشن لأفضل الأزياء التنكرية. هنالك أشخاص يختارون من بين الأشخاص الذين قدموا بهذه الأزياء التنكرية، يختارون أفضلها ليقدموا لهم الهدايا. الوضع مستمر إلى ساعات متأخرة بهذا. حتى الصغار من خلفك عبد المحسن متنكرين برضو. مشاهد كبير. صحيح، انا ما عاد اعرف الناس هنا، كله متنكر، ما عاد اعرف الشخص زي ما تشوف هنا اشخاص. بعض يحرك الكاميرا خلينا نشوف. يعني بعضهم في اي بعض ما تعرف يعني هو فعلا اصابه حقيقيه ولا هو متنكر ولا. وبعض الاشخاص لابسين لبس الدكاتره، بعض الاشخاص لابسين ازياء مختلفه وتنكر حقيقي بالفعل. نايف،
ما تقدر تعرف تميز الاشخاص. وش الشخصيات اللي شدتك انت عبد المحسن يعني من لما دخلت البوليفارد حتى طلعت هاللايف؟ الشخصيات اللي شفتها يعني حسيت انه اختيارها كان صح في المكان المناسب والوقت برضه؟ والله في الوقت والمكان المناسب صح، ما يعني ما تقدر تحكم لانه كل الشخصيات كثيره وعجيبه، لكن هذا الشخصيه اللي زي ما تشوفها الان واحد من القراصنه يعني نخاف انه يعمل عمل غير محسوب الان، ولكن هو من ضمن الشخصيات طيب العجيبه. ايضا هذا الشخص الاخر، هنالك شخصيات اخرى. طيب عبد المحسن اليوم تستمتع بهذه الشخصيات؟ عبد المحسن استمتع مع الشخصيات ايضا، ونبي نشوفك ايضا بزي تنكري بس مو على الهواء طبعا. شكرا جزيلا لك من منطقه البوليفارد في الرياض، مراسل العربيه عبد المحسن الحربي، يعطيك العافيه.